هيبقى في مجالات اقتصادية يجب أن نستفيد منها، لأن هي أول حاجة مسألة إعادة تدوير سلوك سلاسل الإمداد العالمي أو ما يعرف بالريوايرنج للسبلاي تشين. معناه إيه الكلام ده؟ أنه كان في اعتماد مكثف على بعض المصادر للغذاء أو للطاقة أو غيره. الكلام ده أثير قبل كده كمان في وقت الكورونا لو حضرتك تفتكر، قال أن العالم أصبح شديد الاعتماد على الصين، فما حصلت الأزمة الفيروسية فيها في ووهان فالدنيا اتعطلت بسبب اعتماد على مكان واحد، فيجب أن احنا ننوع المصادر. أنا على طول كده أخذ هذا الأمر وأقول طيب ما هي الفرصة الاقتصادية بالنسبة لي؟ إيه اللي بينتج مصريا في المجالات اللي أنا كنت بعتمد عليها لنفسي فزودها، أو للعالم بيحتاجها فأنا ممكن أعمل مشاركة حتى لو ما كانش عندي التكنولوجيا. زي القمح مثلا. زي القمح، يعني إمكانية الحصول للاكتفاء بالضبط، أنه نسبة أعلى من الاعتماد على الذات فيه أفضل. مسألة أنه نبقى 100% بنمط الاستهلاك الحالي بوضع الدخل الحالي يعني مش هيبقى ممكن حتى لو تحسنت الأوضاع الزراعية، وده شيء جيد وبنشوف يعني توسعة ممتازة في عملية الإصلاح الزراعي وإضافة مئات الآلاف من أفدنة سنويا للرقعة الزراعية، ده مطلوب، وزراعتها بما هو نافع ومفيد ده شيء عظيم جدا. ولكن في نفس الوقت مع نمط الاستهلاك القائم، مع كمان التركيبة الغذائية أو الاستهلاكية في ظل تواضع الدخل. أبسط الكلام ده، لو أنا مثلا موسر الحال هتجدي على المائدة بتاعتي تشكيلة من الغذاء هيبقى فيها عيش قليل، وهيبقى فيها مثلا مكرونة أكتر، هيبقى فيها لحمة وفراخ، هيبقى فيها سلطة، هيبقى فيها خضار. لكن لو دخلي ضعيف هتجدي أن المكون هتجدي من النشويات هيبقى أكتر، وهتجد من عيش أكتر، وبالتالي أن أنا هل هيحصل تغير في مسألة الاستهلاك للقمح كمتوسط للسكان أو حتى للسكر؟ يعني الناس هنا بتستخدم القمح، يعني طبعا في مسألة فاقد وفي مسألة سوء استخدام، لا أنا مش بتكلم على استثناءات، ولكن هو الدخل المحدود بيلجئ الناس أنه يكون مكونه الغذائي الأكبر من الخبز ومع أي حاجة معاه، وبيزود السكر مع الشاي او اي حاجه تانية بيشربها، قهوه او غيره، وعاده على اساس ان ده الارخص والارخص ومصدر الطاقه. يعني البني ادم عندنا ذكي، ولو هتديله بقى مبالغ اكتر لا هتلاقي المكونات دي قلت، هتجد بعد ما ياكل ثلاث ترغيفه عيش او اثنين هيقلل وهياخد مكون اخر قد يكون بروتين نشوي او بالظبط او بروتين او 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 خضار. الكلام ده انه يحصل هيبقى جاي بالتقدم بقى في مستويات الدخل، وهيبقى في التنوع برضو في المصادر بتاعتي في السلة الغذائية اللي انا بعتمد عليها. فده بند من البنود اللي المفروض نشتغل عليه من دلوقتي. موضوع الوقود ده برضو نقطة مهمة جدا. يمكن الحمد لله عندنا شوية غاز طيبين الايام دي، لكن الغاز مش لما لا نهاية، وبالتالي أنا لازم أشوف مصادر الوقود الجديدة اللي مصر دلوقتي متفوقة فيها جدا. عندي مصدر للطاقة الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي شغال وده اللي عندي نسبة منه لا بأس بيها، لكن في الطاقة الشمسية في بنبان وما حولها، وعندي كمان في طاقة الرياح في الزعفران. أبتدي أدعم بقى هذه الطاقة مش بس الاستهلاك المحلي، لكن ده ممكن تكون مصدر تصدير. من خلال الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، مع السعودية، من خلال الربط أيضا بليبيا، من خلال الربط بكابلات لأوروبا اللي أعلنت على فكرة وبالمناسبة أنها لن تستطيع الاكتفاء ذاتيا من حاجة القيادة السياسية في مصر مهتمة بيها اللي هي الهيدروجين الأخضر. قال أن احنا المفوض الأوروبي من أسبوع تقريبا اتكلم، اسمه تيمرمان، وكان كلامه منشور في كل الدنيا، يعني قال أن احنا ما عندناش إمكانية للاكتفاء من احتياجاتنا من الوقود المعتمد على الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الحل هو الاعتماد على دول مجاورة. طبعا احنا دول مجاورة هو على بعد دقائق من أوروبا. فهنا هذه بقى الأزمة التي تحولت إلى إمكانية نعمة لو أنا استفدت بيها، لكن لو ما استفدتش يبقى هاخد بس النقمة اللي جات عليا دلوقتي من غير فائدة تذكر منها. الأمر الآخر لازم أخد بالي جدا من مسألة مصادر تمويل النمو والتنمية التي يجب أن تعتمد بالأساس على الاستثمار، سواء استثمار محلي والدخار زي ما قلنا، أو استثمارات خارجية وليس اقتراض.
والاستثمار الذي أعني ليس استثمار سندات، لأن استثمار سندات ده هو اقتراض. اقتراض أي. لكن هو الاستثمار من خلال الاستثمار المباشر في مشروعات، أو حتى من خلال البورصة ده في اللي هو الاستثمار غير المباشر. والله المستعان، يعني في هذه الظروف الدولية المضطربة أنه مع كل هذه المربكات نخرج منها بسلام وباستقرار في أوضاعنا الاقتصادية وأوضاعنا العمومية.